اهتمام المرأة بجمالها وحفاظها على مظهرها وتألقها من المهمات الأكثر صعوبة، لأنها بذلك تبحث عن مستحضرات تجميلية صحية خالية من المواد الكيميائية لتأثيرها السلبي على جمال بشرتها. واللجوء إلى عيادات التجميل باهظة الثمن والمطيعة للوقت لا يساعد على التخلص بسهولة من مشكلات البشرة. لذلك جمعنا لكم اليوم أفضل الوصفات الطبية لتجعل بشرتك أكثر إشراقاً. سكراب القهوة لعلاج السلوليت. يعرف السلوليت بأنه خلل في الطبقات السفلية تحت الجلد نتيجة لأسباب عدة، منها اضطرابات هرمونية تتعلق بهرمون الأستروجين والبروجستيرون، مما يؤدي إلى انعدام التوازن في الألياف المكونة للنسيج الضامي تحت الجلد، وضعف في الأوردة الدموية واحتباس السوائل والدهون على شكل تكتلات أو ندبات متعرجة، مما يكسب منظر الجلد الخارجي تعرجا أشبه بقشرة البرتقالة. وقد تكون هناك عوامل وراثية جينية مسببة للسلوليت، وأخرى بسبب سوء النظام الغذائي لاحتوائه على كمية عالية وغنية من الكربوهيدرات والدهون والأملاح، أو السمنة المفرطة وقلة ممارسة الرياضة والتدخين وشرب المنبهات بكثرة. يصيب السلوليت الأرداف والبطن والساقي، ولا يقتصر تكونه على امرأة دون أخرى، فكثير من النساء يتمتعن بوزن مثالي ويعانين من المشكلة نفسها، حتى بات السلوليت يؤرق كثيرا من النساء ويهدد جمالهن، وكثيرات يبحثن عن طرق للتخلص منه بأفضل الحلول. وقد اخترنا لكم مجموعة من الخيارات والحلول التي سنضعها بين أيديكم، والتي يمكنكم من خلالها تفادي المشكلة والتمتع بمظهر لائق. ولعمل سكراب القهوة، أمزجي نصف كوب من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأطفال، وقلب المزيج جيدا إلى أن تتكون عجينة مناسبة. وزعي الخليط على الأماكن المصابة بالسلوليت مع التدليك جيدا بأصابع الأيدي في حركات دائرية مستمرة لمدة 10 دقائق، وعندما يبدأ لون البشرة في الاحمرار قليلا توقع الحصول على النتيجة المطلوبة. وبعد الانتهاء اغسلي بشرتك جيدا ثم ادهنيها بكريم مرطب. كرر سكراب القهوة مرتين أسبوعيا وستلاحظين اختلاف علامات السلوليت بعد مرور شهر على الأقل. غسل الوجه بالماء المثلج. وضع المكياج على بشرة نظيفة ونقية يجعله أكثر ثباتا وحيوية. تأكدي من غسل وجهك بغسول لطيف، ويفضل ألا يحتوي على مواد قاسية مثل الكحول أو العطور، لأنها تعمل على تهييج البشرة. احرصي أيضا على غسل وجهك في النهاية بالماء البارد ليعمل على خلق مسام البشرة قبل وضع المكياج، حيث تساعد مكعبات الثلج على تقليص حجم مسامات الوجه الكبيرة، فهي تشد البشرة بكفاءة عالية وتنشط الدورة الدموية، وبالتالي تعزز صحة البشرة. المكونات لهذه الوصفة عدة مكعبات من الثلج وقطعة من القماش. طريقة التحضير والاستعمال: تلف مكعبات الثلج بقطعة القماش النظيفة ثم توضع على الوجه وتترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة لتضييق المسامات. بعد ذلك يجفف الوجه جيدا وتكرر عدة مرات باليوم إلى أن تغلق المسامات تماما. إزالة الرؤوس السوداء من الأنف. تعاني فئة كبيرة جدا من النساء من مشكلة الرؤوس السوداء التي تغزو ولا سيما منطقة الأنف، فتشوه إطلالة المرأة الطبيعية لتجبرها على الاعتماد على المكياج بغية إخفاء الشوائب قدر الإمكان. لذلك سنخبرك بحيلة غريبة جدا للتخلص من الرؤوس السوداء تماما وفي دقيقة واحدة. إنها بالفعل حيلة غريبة جدا تقوم على الاستعانة بماكينة الخيط التي تنظف الأسنان. لذلك استعيني بها وانتقلي إلى اعتماد الخطوات التالية: الاستعانة بماكينة خيط الأسنان وتمريرها باتجاهات معاكسة على الأماكن التي تكثر فيها الرؤوس السوداء كالأنف والذقن. ستتخلصين بهذه الحيلة من الرؤوس السوداء تماما وفي أقل من 5 دقائق، وذلك لأن الخيط المشدود من الطرفين باستطاعته أن يتحكم في أعماق المسام ليخرج الرؤوس السوداء بسهولة. وبعد الانتهاء من إزالة أكبر عدد ممكن من الرؤوس السوداء، اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد ثم رطبيه بالكريم المناسب لبشرة الوجه. بهذه الطريقة المميزة ستحصلين على بشرة نظيفة وأنف لامع تماما، خال تماما من الرؤوس السوداء ومن التلوث الذي يستريح في المساء.
كما أن هذه الحيلة لا تكتفي فقط بإزالة الرؤوس السوداء وتنظيف أعماق البشرة، بل تساهم أيضا في تقليص حجم المسام الواسعة ومنع البثور وحب الشباب من الظهور. علاج حروق الشمس بالحليب. نتعرض يوميا لأشعة الشمس بشكل مباشر، والتي تؤدي إلى حروق متعددة بالجسم بالكامل، إلا أن الضرر لا يكمن في اللون الأحمر للبشرة، بل في زيادة فرصة الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. وبهذه الطريقة سوف تتخلص من هذه الحروق واللون، حيث يساعد اللبن على استعادة درجة حموضة البشرة الطبيعية، مما يسرع من علاج حروق الشمس، كما يعد مصدرا غنيا بحمض اللاكتيك الذي يبطئ من ظهور علامات تقدم السن للبشرة نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ويساعد على توحيد وتفتيح لون البشرة. وهذه هي الطريقة: يبسط اللبن غير المنكه وغير المحلى على الوجه بشكل كامل، ويترك حتى يجف تماما. يغسل الوجه بالماء البارد، كما يمكن وضع الحليب على منشفة وتمريرها على كامل الجسم للحصول على تحسن في الجسم كله. وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل في اليوم للحصول على النتائج المرجوة. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.